ربما هي جريمة بشعة، أن يقتل أب عائلة تتكون من 12 شخصا ثم ينتحر بعدها. كيف تابعتم في مركز العراق لحقوق الإنسان تفاصيل هذه الجريمة؟ عن فجعة محافظة البصرة ليلة أمس، وكل العراقيين بهذه حقيقة المجزرة. نعم، هذه مجزرة صدمت الأهالي، وحقيقة مشاهد مروعة. احنا حقيقة كمركز لا نشاهد ولا ندقق في الأمور السطحية للجريمة بقدر ما نركز على الأشياء التي دعت لمثل هكذا جريمة، واللي حقيقة جزء من جرائم كثيرة تحدث في المجتمع. بمعنى، هل توصلتم إلى الدوافع والأسباب لهذه الجريمة؟ أكيد أكيد، احنا حقيقة أجرينا اتصالات. تعرف المراكز المدنية لا تركز في الجريمة بقدر ما تركز في الأشياء التي دعت لهكذا جرائم. يعني أحد الأسباب حقيقة اللي مثل هكذا جرائم تحدث في البصرة موضوع الربا، والإخوان في الأجهزة الأمنية يعلمون الكثير مثلا في مناطق شمال البصرة بسبب قضايا الربا التي حقيقة تندرج ضمن قضايا الجنائية وتنتج عنها قتول ومشاكل عشائرية وتؤدي ربما بعض الأمور إلى الانتحار. فبالتالي هذه الجريمة اللي هي بشكل عام أكيد وننتظر تحليل الأمور الجنائية ونحترم قرارات القضائية والإخوان في خلال شرطة بصرة، ولكن لو نركز على مثل هكذا جرائم راح نشاهد منها عشرات الحالات في البصرة وبقية المحافظات. فهذه دعوة أيضا إلى المؤسسات المتخصصة أن تركز بهكذا مواضيع. بمعنى مع نعم، يعني مسؤول الملف الأمني في شمال البصرة. سأسألك عن هذه النقطة، لكن سيد علي تتحدث عن أن الأمر يخص الربا بالمجمل. ما هي المعلومات التي لديكم فيما يخص هذا الأب على وجه التحديد؟ يعني أنا حتى أكون واضح وياك والمشاهد أكيد يعني يتابعنا، إحنا لحد الآن يعني تواصلنا قبل قليل مع رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة دكتور عقيل الفريجي، و يعني هم لحد الآن لم يعطوا أي تصريح لحد هذه اللحظة. يعني مضت 24 ساعة من الآن ولم يكن هناك تصريح، بمعنى أن هناك يعني إجراءات استثنائية في البصرة للوصول إلى حقيقة هذه المجزرة. ولأؤكد هي جزء من جرائم كثيرة حصلت في البصرة، ربما بعد أيام أو بعد فترة طويلة وصلت إلى الجاني. أذكر لك مثال والمشاهد البصري يعلم، قبل فترة في القبلة يعني أو في القبلة حصلت مشكلة أيضا، شخص رمي داخل كيس. بعد يعني التحقيقات الجنائية للإخوان في قيادة شرطة البصرة تبين أن الموضوع هو قضية جنائية وفيها يعني إنسان مجرم وما إلى ذلك من قضية الأمور الجنائية. فبالتالي احنا ننتظر التحليل، ننتظر الأمور الجنائية الخاصة بالإخوة في قيادة شرطة البصرة، ولكن أكرر دعوتي إلى المختصين أن يكون التدقيق في هكذا مشاكل. يجب أن يكون هناك تحليل و يعني حقيقة دور استثنائي للمؤسسات المتخصصة حتى نتلافى مثل هكذا جرائم.